يصل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم رئيس الدوره الحاليه للقمه العربيه بحفظ الله ورعايته الى العاصمه الروسيه موسكو اليوم الاربعاء في زياره لروسيا الاتحاديه بناء أن على دعوه من فخامه الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديه الصديقه لاجراء مباحثات تتناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وتطورات الاوضاع الاقليميه والدوليه الراهنه ونتائج القمه العربيه الثالثه والثلاثين التي استضافتها مملكه البحرين في السادس عشر من شهر مايو الجاري كما سيقوم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة مماثلة إلى جمهورية الصين الشعبية بناء على دعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني وأجراء مباحثات مع فخامة الرئيس الصيني تتصل بعلاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ونتائج القمة العربية العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين في السادس عشر من شهر مايو الحالي رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال